السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة سوف أقدمها كحلقة توعية لمن يرغب في شراء منزل في الولايات المتحدة الأمريكية، وسأفتح قوس لأوضح هذا الأمر، وهو أن ما سوف أقدمه في هذا الفيديو ليس من خبير اقتصادي أو مستشار مالي، لكن الهدف من هذه المعلومات التي سوف أقدمها لكم في هذا الفيديو هي معلومات للتوعية فقط، وليس لمنع أي شخص من شراء منزل، لأنه ربما هناك أشخاص سوف يكتبون تعليق أنني لا أريد الناس أن تشتري منازل، وأنني أحبذ أن يبقى الناس في يعني قطاع الإيجار، يعني يستأجرون شقة ويستأجرون لمنزل. أؤكد قبل البدء في حلقة هذا الفيديو أنني هنا لست لمنع أي شخص من شراء المنزل أو منع أي شخص من الإيجار. سوف أوضح لكم أرقام، سوف أوضح لكم حقائق للناس الذين يخططون لشراء منزل لأول مرة، وبالنسبة للناس الذين يملكون منزل أعتقد أن هذه المعلومات التي سوف أقدم في هذا الفيديو يعلمونها. إذا لم يكن يعلمون بهذا الأمر فالأمر خطير، وخطير جدا. يجب أن يعلم الناس في هنا في أمريكا أو في أي دولة يعني تعتمد على الرأسمالية أنه المستفيد الأول حينما نأتي إلى شراء منزل هو المؤسسات البنكية أو القارضين، سواء بنك سواء أي جهة تقوم ب يعني دفع قروض للناس. هذه الجهات هي التي تغتني وليس أنت. أنت تريد شراء منزل لك أو لأسرتك، لكن في نفس الوقت يتم استعبادك، وسوف أوضح لكم كيف يتم استعبادك بأرقام وأمور سوف أظهر لكم على الشاشة. كل ما أطلب منكم هو إكمال هذا الفيديو إلى نهايته، وفي الآخر تكتبون تعليقكم في أسفل هذا الفيديو. هل تعتقدون أن المعلومات التي قدمت في هذا الفيديو يعني معلومات قيمة، أم أن هناك افتراء وكذب في هذه المعلومات؟ لأنه المعلومات التي سوف أقدم سوف تكون أرقام، يعني أرقام حسابية رياضيات، وليس يعني قول وأخبار. أوكي. فكما قلت أو عنوانت هذا الفيديو أن البنوك تستعبد المشتري الجدد، يعني الناس الذين يريدون شراء منزل لأول مرة، وسوف أوضح لكم الأمر بالدليل. فلنقل أننا نريد شراء منزل قيمته يعني معدل 400,000 دولار. حينما أقول معدل، بالنسبة للناس الذين لا يفهمون مثل هذه يعني المصطلحات، أنه حينما أختار منزل قيمته 400,000 دولار كمعدل، هذا معناه أن هناك منازل أقل من 400,000 دولار، وهناك منازل أكثر من 400,000 دولار. بمعنى، وهذا الأمر طبيعي، فهناك ولايات مثلا المنزل 1,000,000 دولار، يعني مثلا 3 غرف 1,000,000 دولار أو 800,000 دولار، وهكذا. فهناك أكثر وهناك أقل، فسوف نختار منزل قيمته 400,000 دولار. كمشتري لأول مرة أو يعني سوف تدفع تسبيق أو ما يسمى بالداون بيمنت، وهي قيمة مالية تدفع غالبا أول مرة يدفع 6%، غالبا 6%. بالنسبة لما يسمى بالريبيت كاستمر أو الزبون أو يعني الإنسان الذي يتعامل مع البنك ويشتري منازل يسمى بالريبيت كاستمر، غالبا يدفع 13%. سوف نختار رقم بين هذه الأرقام وهو 10%، بمعنى أنك سوف تدفع كداون بيمنت 10% من قيمة يعني المنزل، وسوف نختار معدل فائدة حاليا هو 6.5%. 6.5% بالنسبة للناس الذين اشتروا منازل في سنة 2020 كانت ربما أقل من 3%، أقل. الآن مع ارتفاع معدل الفائدة فالأمور وصلت إلى 6.5%، وتكتبون الرمز البريدي الذي تريدون شراء منزل فيه. هذه الأمور أو هذه الكالكوليتر سوف أضع لكم رابطها أسفل هذا الفيديو، يمكنكم الدخول بأنفسكم
كتابة هذه المعلومات التي أقول. يعني مثلا وجدتم منزل قيمته 250,000 دولار، تكتبون 250,000 دولار، تكتبون كم سوف تدفعون كداون بايمنت، تكتبون يعني قيمة معدل الفائدة الآن، وتكتبون يعني الزيب كود أو رمز البريد في المكان الذي تريدون اقتناء منزل فيه. أسفل الفيديو سوف أضع لكم هذه الأداة، وسوف تلاحظون من خلال هذا يعني المثال الذي وضعته لكم أن الدفعات الشهرية أو المورجج بايمنت أو الرهن العقاري سوف تكون في حدود 2,275 دولار، 2,275 دولار بدون احتساب يعني ضرائب ولا تأمين، يعني لن أدخل property taxes على ضرائب الملكية، لن أدخل الانشورنس أو التأمين، أنت مجبر بأن يكون عندك تأمين على المنزل، هذه الأمور كلها لم أدخلها، تحدث فقط على المورجج بايمنت فقط بدون احتساب هذه الأمور. أعتقد أن الأمور واضحة وشرحت لكم الطريقة التي يمكنكم القيام بها. الآن سوف نذهب ونضغط على اختيار amortization. amortization نفترض أن هذا القرض حصلت عليه في شهر ماي الحالي من سنة 2023، وأول دفعة للرهن العقاري سوف تكون في يونيو من سنة 2023. لاحظوا هذه الأرقام التي سوف تظهر لكم، سوف تلاحظون أن هناك رقم وهو 325 دولار، وفي جانبه سوف تجدون 1,950 دولار. 325 دولار هي القيمة المالية التي تذهب إلى قرض البنك، إلى القرض الذي حصلتم عليه، وال 1950 دولار هي كلها فوائد، 1950 دولار كلها فوائد، هذا استعباد. الآن نذهب إلى يوليوز 2023، سوف تلاحظون أن 326.76 هي قيمة القرض التي تذهب للمنزل، يعني قيمة القرض الذي حصلتم عليه، و 1948.24 فوائد، بمعنى أنه تقريبا 85.7% من ما تدفعونه بشكل شهري كله تذهب كفوائد إلى الأبناك، فوائد على القرض إلى الأبناك. إذن في هذه الحالة السؤال الذي نسأله، من هو الرابح الأكبر من هذه الأمور؟ هو البنك، البنك هو من يربح من هذه الأمور، وسوف أبدأ لكم مع استمرار هذا الفيديو بعض الحقائق. بمعنى أنه تقريبا بعد 10 سنوات من الآن، الآن نحن في سنة 2023، بعد 10 سنوات من الآن يعني في سنة 2033، لاحظوا ما هي يعني الفوائد، قيمة الفوائد التي سوف يستفيد منها البنك، وقيمة يعني قيمة القرض على المنزل التي تدفعونها، بمعنى أنه تقريبا آنذاك سوف تكون عندنا 70% من الأموال التي تدفعونها بشكل شهري كرهن عقاري، 70% كلها تذهب إلى جيوب المقترضين أو القارضين التي هي المؤسسة البنكية التي وافقت على إعطائك يعني ذلك القرض. هذا فقط لأوضح لكم كيف يغتني أو تغتني البنوك والمؤسسات المالية القارضة من الناس الذين تريد شراء منزل. طبعا السؤال الذي سوف أطرحه الآن، أنت من تشاهد هذا الفيديو، هل تملك منزل؟ إذا كنت تملك منزل، تملك منزل، فهذا أمر جيد. هل تدفع رهن عقار؟ هل أنت مالك المنزل الآن؟ أو ما زلت تدفع يعني كل شهر تلك المدفوعات الرهن العقاري؟ السؤال الآخر، ماذا لو توقفت عن الدفع؟ يعني بالطبع هناك أناس سوف يقول نعم أملك منزل، أنا أملك منزل، لكن السؤال الذي سوف أطرحه عليه، ماذا لو توقفت على دفع ذلك الرهن العقاري؟ ماذا سوف يحصل لذلك البنك، ذلك المنزل؟ ألن تستحوذ عليه المؤسسة البنكية التي منحتك القرض؟ كذلك كم من الوقت بقي لك لكي تملك ذلك المنزل ويصبح ملكك ولن تكون يعني
متابعا من طرف المؤسسة البنكية؟ هذه كلها أسئلة يمكنكم الإجابة عليها، لأنه هناك فكرة مغلوطة عند غالبية الناس أنه يقول أنني صاحب المنزل، لكن في الواقع ما دمت تدفع رهن عقاري كل شهر فصاحب البنك هو اللاندلورد، وفي هذه الحالة هو المؤسسة البنكية. أنت تشبه الشخص الذي يدفع الإيجار للاندلورد أو صاحب الإيجار، نفس الشيء. الفرق هو أنك حينما تملك منزل أو تشتري منزل فهناك قيمة مالية أو ما يسمى بالإيكويتي تقوم ببنائها، يعني اشتريت منزل الآن ب 400,000 دولار، تدفع دفعات شهرية، ربما بعد سنة 10 سنوات ذلك المنزل سوف ترتفع قيمته المالية. أنا ذاك إذا وقع أي مشكل سوف يستحوذ البنك ويأخذ ما يعني مستحقته، وربما يبقى لك مال متوفر يمكنك بدء حياتك به، شراء شقة، شراء منزل مرة أخرى أو غيره من الأمور. لكن في حالة الإيجار هذه هي الفرق الكبير، أن في حالة الإيجار لو توقفت عن الإيجار فأنت سوف تطرد من الإيجار، تطرد من الشقة أو تطرد من المنزل الذي أنت تستأجره، وليس هناك أموال سوف تحصل عليها. لكن بالنسبة لصاحب المنزل هناك إيكويتي، هناك قيمة يبني هذا الشخص مع سنوات امتلاكه لذلك المنزل. يعني إنسان مثلا اشترى منزل في سنة 2019 قبل الوباء مثلا لنقول مثلا ب 300,000 دولار، الآن ذلك المنزل قيمته 600,000 دولار، فإذا قام هذا الشخص الآن ببيع ذلك المنزل سوف يحصل على عائد من الأرباح. لكن بالنسبة للشخص الذي يستأجر من 2019 إلى غاية الآن وتوقف عن دفع الإيجار لن يكون هناك أموال يربحها، بل سوف يخرج للشارع. هذا هو الفرق. لكن دائما يجب أن يعلم الناس أنه حتى ولو كنت أملك منزل، يعني ما زلت أدفع، حينما أقول أملك منزل أقصد أنك ما زلت تدفع يعني معدات الرهن العقاري، لا أقصد أنك انتهيت من دفع الأقساط. إذا انتهيت من الأقساط فهذا يعني شيء جيد، لكن أن تبقى دائما تحت رحمة البنوك هذا أمر خطير، وسوف أوضح لكم بالدليل. فكما وضحنا في بداية الفيديو، قمنا باختيار بنك قيمته 400,000 دولار، وضعنا يعني داون بيمنت ب 10% من قيمة المنزل، حصلت على قرض ب 360,000 دولار، يعني المنزل قيمته ثمنه 400,000 دولار، دفعت 10% إلى البنك حصلت على 360,000 دولار، 10% معناها 40,000 دولار. هل في استطاعة أي شخص الآن أن يدفع داون بيمنت 40,000 دولار؟ لكم تعليق على هذا الأمر. تذكروا أن هذا معدل. هناك شخص ما سوف يكتب لي في التعليق اشتريت منزل ب 260,000 دولار ووضعت داون بيمنت ب 10% ف 26,000 دولار. لكن هناك أناس ليس لديهم تلك الأموال لدفعك داون بيمنت. الناس تختلف. لكن ما أريد توضيحه أنه المنزل هو 400,000 دولار، دفعت 40,000 دولار كداون بيمنت يعني 10% من قيمة المنزل، يعني قيمة القرض الذي منحني البنك ما هو؟ هو 360,000 دولار، هي الأموال التي سوف أدفع أقساطها على مدى 30 سنة، على مدى 30 سنة، بمعنى أنه الفوائد التي سوف أدفعها على 360,000 دولار تصل إلى 459,492 دولار. ما هي أول ملاحظة إخواني أخواتي؟ وهي أن قيمة الفوائد أكثر من قيمة القرض، بمعنى أنه في النهاية ذلك المنزل سوف يكلفني 819,000 دولار. هذا هو يعني ما أريد تبيينه في هذا الفيديو. قيمة المنزل، شريت المنزل ب 400,000 دولار،
لكن الفوائد على ذلك المنزل سوف تصل إلى 459 ألف دولار، بمعنى أنه المنزل تقريبا 819 ألف دولار. وتذكر أن قيمة العقد هو 360 ألف دولار، لكن الفوائد هي أعلى من قيمة القرض. هذا فقط تقنية قمت من خلالها بتبسيط الأمور للناس الذين يريدون شراء منزل لأول مرة. مرة أخرى، لست هنا لأمنع أي شخص من شراء منزل، لكن لأوضح لكم بعض الحق. أختم بهذين النقطتين. أولا، كما تلاحظون أنا في بداية الفيديو لم أقم بإدخال أي ضريبة، لم أدخل تأمين، لم أدخل بروبرتي تاكسز أو ضرائب يعني على العقار ولا شيء. فتصوروا أنه لو دفع قمت بإضافة هذه الأمور، وأنت مطالب، أنت مجبر بدفع البروبرتي تاكسز، لا يمكن أن لا تقوم بدفع البروبرتي تاكسز، لا يمكن لأي شخص في أمريكا، أتحدى أي شخص لا يدفع البروبرتي تاكسز أو التأمين الانشورنس على يعني العقار. فغالبا لو قمنا بإضافة هذه الأمور ربما يصعد هذا الرقم إلى 3000 دولار على الأقل، أقل معدل 3000 دولار. هذا أمر آخر يجب أن يضعه الإنسان في الحسبان. فالهدف من هذا الفيديو نقطتين. النقطة الأولى وهي توعية الناس بالوضع، وأنه من يربح في الأخير هو البنك فقط. البنك هو الجهة الوحيدة التي يعني تحصل على أرباح أكثر من يعني الإنسان الذي اقترض ذلك القرض. النقطة الثانية وهي أن تفهموا كلامي على أنني لا أمنع الناس من شراء منزل، فقط أوضح لكم ما هي الأمور التي تخفى عليكم في إطار شراء منزل. النقطة الأخرى التي يجب علي أن أوضحها لكم وهي بالنسبة للناس الذي تشتري منزل وتكون هناك 30 سنة لدفع تلك الأموال ولتفادي هذه الأرقام الخيالية التي تحدثت عليها. هناك طرق، هناك طرق. هذه الطريق، هل هي في إمكانك أنت أو أنت من تشاهدين هذا الفيديو لكي تخففي من يعني هذا الرقم الذي شرح؟ مثلا شراء منزل ب 400 ألف دولار، تحصل على قرض ب 360 ألف دولار، تدفعه على تقريبا 30 سنة. إذا كانت هناك زيادة، يعني أنت شخص الآن في البرنسيبل تدفع يعني قيمة الأموال تدفع تذهب إلى القرض هي 325 دولار، حاول إضافة 100 دولار كل شهر، يعني عوض أن تدفع 2270 دولار تدفع 2370 دولار، يعني تضيف 100 دولار إضافية. عوض 30 سنة سوف تحصل على منزل في 26 من سنة فقط من إضافة 100 دولار كل شهر، أو أن تضيف 200 دولار زيادة على رهنك العقاري الذي وضع من طرف البنك، يعني عوض أن تدفع 2227 دولار تدفع 2427 دولار. أنا ذلك سوف تملك المنزل في 24 سنة، أو أن تضيف 500 دولار، وهذا أمر خيالي، يعني إنسان هو أن يدفع مثلا 2700 دولار يدفع 3000 دولار مثلا يدفع 3000 دولار. هذه طريقة تمكنه من شراء ذلك المنزل في 19 سنة. هذه مفاهيم ومعطيات حاولت شرحها لكم، أن هناك أناس أعرفهم شخصيا عوض أن يدفع المورجيج الذي اشترط عليه من طرف البنك مثلا 2000 دولار يدفع 1400 دولار. لماذا؟ لأنه يريد إكمال مدفوع أقساط ذلك المنزل بأقصى سرعة لكي يملك المنزل عوض أن يكون عبدا أو تحت رحمة الأبنك. لكن هل جميع الناس لديهم الإمكانيات لأن يقوم بإضافة 100 دولار أو 200 دولار أو 500 دولار؟ بالطبع لا. فلذلك تجد أناس يعانون مع دفع أقساط يعني المورجيج بيمنت أو الرهن العقاري. إذا كنت قادر
على مثل هذه الأمور، فهذا فقط شرح يبين لك كيف الأبناك دائما تكون الرابح الأكبر. الرابح الأكبر هو البنك. في حالة توقفك عن السداد ماذا يقوم البنك؟ هو الاستحواذ على ذلك المنزل، لأنك توقفت عن السداد. نفس الشيء مع شراء سيارة، توقفت على سداد أقساط السيارة، يقوم يعني البائع بالاستحواذ على السيارة وأخذها منك. نفس الشيء. فمرة أخرى شاهدوا هذا الفيديو، حاولوا معرفة هذه المعلومات التي وضحت لكم في هذا الفيديو، قوموا بعملية حسابية في المنطقة التي تريدون يعني شراء منزل فيها، وأنا ذاك سوف أظهر لكم جميع الأرقام الخاصة بكم. شكرا لكم والسلام.